نبقى في السعوديه ايضا حيث دشن وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري مبادره ملتقى اعلام الحج الذي يقام في مكه المكرمه بشراكه استراتيجيه مع وزاره الحج والعمره وبرنامج خدمه ضيوف الرحمن. وياتي الملتقى ضمن مبادرات عام التحول الاعلامي التي اعلن عنها قبل ثلاثه اشهر خلال النسخه الثالثه من المنتدى السعودي للاعلام. ويسهم ملتقى اعلام الحج في دعم العمل الاعلامي لجميع الاعلاميين ووسائل الاعلام وتوفير والتقنيات الحديثه لتحقيق مزيد من الابتكار في التغطيات الاعلاميه المحليه والدوليه لمواكبه موسم الحج